أمام الإخوان والأخوات، جيت يعني نشوف ديك الكاميرا، نشوف الكاميرا والبيسي. Ahorita lo que voy a hacer va a ser instalarla, iniciarla y asegurarme que venga con 8 y... المهم الاخوان والاخوات، جيت يعني نشوف ديك الكاميرا، نشوف الكاميرا والبيسي. صافي رانا واخدهم، من بعد نقول لكم الاثمنه من بعد نقول لكم الاثمنه وانا نقول لكم شحال خديت فهاد الحامل تاعي. عمر البسيات الدراري، السواق هذا كله البسيات. البيسي ناضي، داكشي قرطا جديد، فهمتني؟ قرطا داكشي قرطا، هذا مول الحرش، هذا تهرس مول الحرش، ما عندكش مع هادشي. خوات حنا في سميتو، حنا في المهم شرينا صافي، يعني خديت البيسو والجوبرا الخوت حليت ديال ما واش نديرها في الشارج. الشارج عندنا السيل هذا، خاصنا شي واحد بحال الشكل هذا ولا بحال الشكل هذا. الكاميرا كتقطع حيت التليفون عندي عامر الدراري. البيسي هو هذا، الكاميرا كتوقف كتبقى تقطع حيت التليفون عندي مبلاني، ولكن جاب الله شريناه بعدا باش نكرافيو. دابا شريناه الجوبرو ونبقى نمونطي ان شاء الله في البيسي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وما عليكم نتوما غات تورونا حنت يديكم داك اللايك والبارطاج والدعم الخوت، وصافي نعولو عليكم. دارا اش بيت دراري جديد، شي حاجه ديال الكاباسيتي اللي عليه. ايوا خدمه من عمي، الخدمه الخدمه يعني. المهم هو السوري عطاني عند السوري، هذا الفارا عطاني السوري، والبيسي عنده العام ديال الكارانتي الخوت. البيسي عنده عام ديال الكارانتي. المهم والجوبرو راه كنصور الاخوان، عطاك لي شارجا لي الله يحن عليك، حيت ما جلست عنده هنا واحد شويه لقيتو كيعرفني في التيك توك الاخوان. الجو برو كنشارجي، فهمتيني؟ الجو برو كتشارج اللي فيها بولا حمراء، الجو برو هاديك راه كتشارج، فهمتيني؟ قال لي المهم، قال لي العام ديال سميتو
العام ديال الغارانتي البي سي في العام ديال الغارانتي كاميرا وتمشي السويقه هادي بالدروج وهذا يعني سوق حتى هو كبير في التليفونات البيسيات اي حاجه بغيتي غير القضيه شويه الحامضه غاليه على حسب الازمه على حسب الازمه اللي كاينه داكشي باش غاليين المهم الكارطونه ديالو هي هادي ولكن سافر غادي نديرو حنا في سميتو نديرو في الشكاره ديالو تويشيات راك عارف جينا ولقيت الدري لقيت السميه ديالو باه من السعوديه الدري هذا يعني زاد هنا مو من هاد البلاد هادي مو من هاد البلاد هادي ولكن باه من السعوديه جينا يلا ما عليكم انتم غير دعمونا الخوت الله يحن عليكم دعمونا ها باللايك والبارطاج ها باللايك والبارطاج الاخوه ورا غادي يبداو ان شاء الله يعني صفحه جديده ان شاء الله باذن الله اول الاخوان وصلنا للدار يعني هي الجو برو كنتمنى تمشي كما بغيناها اول جو برو شرات الدراري ثاني هذه هي الجو برو الاخوان الجو برو شرات هي دي انتما الكخه ديالها شي حاجه جديده هي التويشيات ديالها الكابلي ديال الشارج هذا الكابلي ديال البيسي الدراري البيسي هو تا هو جناه جناه البيسي جديد الدراري صبروا ها هو تا هو البيسي جديد الاخوان في سميتو ديالو وهذا سميتو ديالها الكخه ديال الاخوان وعطوني معاها هذا نجا في الكارتون حلو في الكارطون خلاص هاد الوراق هادو ديال سميتو ديال الجوبرو كيفاش تستعملها وكيفاش فهمتوني هنايا الشكاره هادي عطوني فيه عطوني الشكاره هادي عطوني الشكاره على ذكرات العيديين وعطوني هاد الصوره الدراري هذا مكان وكنشكروا الناس اللي دعمتنا باش نتقدموا نمشيو للامام الامام فهمتيني يعني الناس اللي وقفات معنا كنشكروا الاخت شكرا بزاف الاخت اللي وقفات معنا باش نحسن الكاليتي وندير هاد الحوايج هادو شكرا ليها بزاف وشكرا حتى هو الاخ سمير اللي ديما حتى هو مدعمنا حتى هو من الناس اللي تيوقفوا معنا من الصغيره للكبيره ها وشكرا لكم نتمنيكم في الاجاب ديالكم نتمنوا دابا ان شاء الله باذن الله الامور يعني نتمنى الامور ان شاء الله يعني نمشي تمشي زعما كيف ما بغاين حنا كيما يعني كيما حنا قلنا كنتمنوا يعني هذه بلاصه الكارت ميموار حيت لها دابا حيت الكارت ميموار حيت صورت واحد الفيديو وانا ندير في كارت ميموار بغيت نسيه شويه في التليفون غير تجربه يعني بغيت نشوف داكشي التجربه وصافي طال البيسي الاخوان جيب لي الضغطيه هذه مغطيين تا هو حيت فيه البرد فيه البرد فيه البرد وغطاوه المهم علينا انا حاول نمشي على العجب هذا الصوان عندي الصوان ديال البنايه فهمتي شي انا الصوان ديالي ديال البنايه الاخوان ولد الديكور الصوان ديالي كنبغي نعرف دابا على كنخلط مع جوج مع ثلاثه مع ا بي سي دي كنخلطهم في مره انا فهمتيني علينا هذا هو البيس الاخوان تحياتي وثم تحياتي راني في الطبيعه يا ربيعه المهم ما عليناش طبعه زوينه ولكن الخدمه الوقت ديال ديسكونس يعني واحد شويه غادي نغلق وغادي نوض نخدم عاوتاني اللي بغيت نقول هنا هو الاثمنه اللي شريت يعني الحلم كما تيقولوا ربما كنا كنحلموا شحال هادي نديروا يعني شي جوبر وداكشي ان شاء الله الحلم يتحقق مازال يعني الحلم يعني يعني مازال احلام اخرين ولكن يعني حلم واحد الحلم مهم تحقق كما تنقولوا الدنيا والزمان والله يحسن العوال الخدمه وكتعرفوا الظروف امريكا اللاتينيه وخصوص بوليفيا وما عليناش ماشي هذا هو الموضوع الاثمنه باش خديت الاثمنه قبل ما نقول لكم الاثمنه كنشكر الاخت اللي دعمتنا يعني باش نشريو هذا الكوبرو هذا والبيسي وداكشي كنشكر هذه الاخت هذه والام ديالها
كنشكرهم هذا المنبر هذا بكل صراحه، الله يكبر بهم وشكرا لهم بزاف، والله يسهل امورهم والله يكملهم داكشي كيتمنوا. عندكم الاخت يعني بلا ما بغينا نذكر اسم ديالها، كما ذكرش اسم ديالي، الاخت الام ديالها والعائله ديالها كاملين كنشكرهم، والتسامير حتى هو يعني كنشكروا هذا المنبر هذا ديما حتى هو من الناس اللي يعني اللي تيدعمونا لا في الصغيره ولا في الكبيره. الاثمنه باش خديت يعني الجوبرو خديتها 3000 بوليفيانو، 3000 بوليفيانو تقدر الى رديتها بالمغربيه غادي تعطيك واحد 3600 درهم ولا 3800 درهم مثلا. البيسي خديته ب 4300 بوليفيانو، 4300 بوليفيانو يعني الى ردينا تلقى واحد 5000 درهم مغربيه بحال هكا ولا 5000 درهم وشي حاجه. ولكن كانت الشاشه ديال الكترونيك في بوليفيا كان من قبل كان رخيص، كان رخيص بزاف، ولكن دابا صاروخ يعني غالي بزاف، غالي بزاف على حسب الازمه اللي كاينه والدولار ما كاينش والعمله طاحت وفهمتيني يعني ما عليناش. انا كنقسم معكم الحياه اليوميه، ماشي كنجي نشكي عليكم حيت كاين شي وحدين وتيقول لك انت كتشكي وانت كدير، انا ما كنشكي حتى شي واحد، انا الحياه اليوميه كنقسمها مع الناس اللي كيحبوني، داكشي كنعيش راه كنوري لكم صافي هذا ما كان. وكنتمنوا ان شاء الله راه جاي يعني الفيديو الجاي ان شاء الله ما كان غير يعني الفيديو طلعوا ان شاء الله بالكاميرا بالجو برو، نتمنى ديما الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف.